السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سر شاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحة وعافية ان شاء الله. ثلاث حاجات محدش هيقول لك عليها في تغيير جسمك، في رحلة تغيير جسمك. الحقيقة رقم واحد ان جسمك تغييره صعب، جسمك مش هيتغير بسهولة. تخيل كده انت واحد طول حياتك بتاكل مثلا، مالك مثلا 10-15 سنة بتاكل مثلا الساعة 2-3 بالليل، بتنام مثلا حوالي 3 ساعات او 4 ساعات في اليوم، بتشتغل مثلا حوالي 10 ساعات، بتاكل عادات، بتشرب سجاير، بتشرب مثلا اللي هي العصائر، وبتشرب يعني عصائر مسكرة كتير او مشروبات غازية. فتخيل لما انت بتقعد تغير ده كله علشان تبني بقى جسم صحي واعضاء صحية، وان انت يبقى جسمك نشيط، وان انت تعرف تظبط نومك، وان انت تعرف تظبط اكلك. الموضوع مش سهل، الموضوع صعب، وهياخد منك فترة عشان تعدل كل العادات دي كلها. الحقيقة رقم اتنين ان الموضوع هياخد منك وقت اكتر من ما كنت تتوقع. لان انت مثلا لما تيجي واحد يظهر لك كده بمنتج على الفيسبوك او على اي موقع سوشيال ميديا ويقول لك ايه، خس معانا 30، تخس معانا مثلا 10 كيلو في 30 يوم، او مثلا اطلع لك عضلات بطن في 30 يوم، ده يبقى واحد حاجة من الاثنين، لا اما واحد عايز يجيب مشاهدات ويكسب منك من وراك فلوس، او برضو يبقى لك منتج وبرضو يكسب من وراك فلوس. في الحالتين هو عايز يكسب من وراك فلوس، وده غش وخداع تماما. تخيل مثلا واحد وليكن وزنه حوالي 120 كيلو، تخيل تتوقع ان ده يطلع له عضلات بطن مثلا بعد 30 يوم او بعد 60 يوم حتى؟ الموضوع صعب. فانا بقول لك ان موضوع ان انت تقلل من جسمك او تقلل من الدهون اللي في جسمك ويبقى جسمك صحي، الموضوع هياخد وقت اكتر مما تتوقع. بس صدقني الموضوع هيبقى اسلوب حياة. انت بمجرد ما تعمل يعني ان انت تخش في دايرة ان انت تحاول تظبط جسمك، الموضوع هيبقى احسن بكتير قوي. انا كمحمد تحسين، انا ظهوري على اليوتيوب كان بسبب ان انا كنت تخين وخسيت. تخيل انا كنت وصلت المرحلة، انا بتكلم عن نفسي، انا وصلت المرحلة كنت بلبس بنطلون، يعني الرجالة بتقيسها بالمقاسات شوية، كنت بلبس بنطلون لحد مقاس 38، انا دلوقتي بلبس بنطلون مقاس 33، فرق 5 درجات، 5 مقاسات. الموضوع يعني كان الاول كان صعب، كنت يعني انت تخيل بقى انت وانت بتسمعني دلوقتي، انت يعني ما اقتنعتش بالكلام وخلاص استمرت فيه، الموضوع مش هيقف على اللي انت فيه دلوقتي، ده بيزيد. الناس اللي وصلت ل 150 و 170 كيلو دي ناس وصلت لمرحلة تانية. ممكن في ناس عندها احباط اللي هو لا وانا هقعد لسه بقى اغير في جسمي واعمل، لا انت بتزيد مع الوقت. انت الموضوع مش بيقف على اللي انت فيه دلوقتي مثلا وليكن 100 كيلو ولا 90 كيلو، لا ده الموضوع بيزيد مع الوقت، وبعد كده بتوصل لمرحلة اللي انت مش عارف ترجع، وبالمرة برضو انت بتزيد. فالموضوع حاول توقفه شوية، حاول ان انت تظبط وتعمل عادات يومية صحية الى يعني الى اقصى مدى، ان انت تحاول ان انت مثلا ما تاكلش حاجات من بره كتير، ما تشربش مشروبات غازيه كتير، ما تشربش عصائر كتير، وهكذا. حاول ان انت تمشي على دايت كويس. انت لو دخلت على اليوتيوب وكتبت دايت بلاننج او كتبت عايز اخس، اكتب مثلا عايز اخس مثلا في اليوتيوب، او اكتب اي حاجه تخص الخساسين، هتلاقي 5000 فيديو بيتكلم عن الخساسين. انت اللي هتدور، وانت اللي هتقرر تغير جسمك، مش اي حد تاني. حقيقة رقم 3، تخيل انت وانت في الشغل ان انت بتطلب مثلا كل يوم فتة سوري او اكل مثلا دسم او ماك او اي حاجة، فتخيل انت بتحاول انت تظبط ده كله ان انت تاكل اكل صحي، اكل برضه يبقى كويس مليان لحوم ومليان كربوهيدرات وكل حاجة، بس صحية من اللي انت ما تضرش بيها نفسك. طبيعي انك هتحس باحباط، طبيعي. دي الحقيقة رقم 3، انك هتحس باحباط وهتحس ان انت يعني ماشي غلط. صدقوني والله انا في تجربتي، انا لما انا كنت بخس انا كنت وصلت يا جماعه 96 كيلو، دلوقتي وصلت 80 كيلو. فتخيل لما انا كنت واصل ل 96 كيلو وبحاول انزل، طبيعي ان انا بقابل ريزيست كده في الموضوع، اللي انا بقابل مقاومه، اللي انا لا انا مش عارف اظبط حالي، انا كل شويه عمال زمايلي بياكلوا حواليا وانا عمال اكل، بس هما بيخسوا وانا اللي بتخن، فالموضوع بيبقى متضارب كده مع بعض. فحاول لو انت ماشي غلط، او انت شايف نفسك انك محبط او غلطان، استمر وحاول تعرف ان انت بعد كده مثلا لما تيجي تلبس بنطلون اصغر من مقاساتك بكتير، او تيجي تلبس مثلا قميص او تيشرت ما دخلش عليك من فترة كبيرة، صدقني انت هتنبسط قوي وهترتاح قوي كمان. فحاول بقدر الامكان ان انك ما تحبطش،
وان انت لا حتى لو انت شايف نفسك انك ماشي غلط لا حاول تستمر تاني. صدقني ما هو انت بتغير في اللايف ستايل حياتك. انا دلوقتي بقالي يجي سنه ونص اهو او سنتين عمال اغير في اللايف ستايل كله، يعني انا عمال اغير في حياتي كلها. يعني انا كانت حياتي الاول، انا فاكر والله انا فاكر ان انا كانت اوقات من الاوقات ان انا كانت بطني منفوخه لدرجه رهيبه، كنت عامل زي الحوامل كده، بمجرد ما اي حد يحط ايده على بطني، يعني مثلا حد بيسلم عليا ازيك عم ويحط ايده على بطني بتشنج، كان على طول القولون عندي متعصب وكان القولون عندي منتفخ. دلوقتي انا عادي خالص، ممكن يضربوني على بطني كمان والدنيا تبقى عادي خالص. فحاول تمشي على نظام هيغير حياتك، نظام دايت كويس. انا مش بحط لك نظام دايت، انا بقول لك خش على اليوتيوب واعمل كل حاجه، بس دول الثلاث حاجات محدش هيقول لك عليهم. محدش هيقول لك ان الحياه صعبه لما انت تيجي تغير، يعني هتقابل ريزيست كده في حياتك لما انت تيجي تغير جسمك، لما انت تحاول تخس او لما انت تيجي تظبط بقى وتلعب رياضه. تخيل بقى انت كمان كنت مكسل الاول فدلوقتي هتخش تلعب رياضه، بس سيبك من الرياضه دلوقتي، يعني حاول تظبط اكلك الاول لان 70% من الخسان ده اكل، وبعد كده 20 او 30% منهم رياضه. فحاول تظبط حياتك. كان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.